يواجه فريق الاهلي فريق الفتح في الجولة الثانية والعشرون من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع علي فضل الله وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب كيك ابو الله سبورت سيتي بجدة توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودي وقطر الامارات والساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب سوف تدع المباراة عبر قناة اس 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 سبورتش الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرش ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك في و وتفعيل خاصية تساعد الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونضرب لكم في موعد قادم